الزميل العزيز كريم احمد من رئيس القناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نطمن من خلاله على الاستعدادات الاخيره قبل مواجهه الاهلي لسموحه بكره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم. بص بقى، احنا دلوقتي عندنا فتره صعبه جدا مليئه بالمباريات مليئه بالتحديات، بدايه من مباراه بكره قدام سموحه، اكيد مباراه مهمه جدا في بطوله الكاس، هتخش بعد كده على ماتش الزمالك، هتخش بعد كده على البنك، تخش على كاس العالم للانديه. اذا اكيد كلنا متفقين يا كريم ان هي مرحله صعبه للغايه وهامه وحساسه جدا في موسم النادي الاهلي. عايزين نطمن من خلالك على الحالة المعنوية بالنسبة للفريق بالتحديد قبل مباراة الغد وأبرز ملامح استعدادات الفريق. بالتأكيد طبعا يا أمير، يعني بتتكلم في نقطة مهمة جدا، أقدر أقول لك هي يمكن أهم مراحل أو أهم فترات الموسم، هذه الفترة وهذه المرحلة من الدوري إلى الكاس ومن الكاس إلى أيضا كمان كأس العالم للأندية، أمور عديدة جدا وتحديات كثيرة كالعادة أمام فريق النادي الأهلي. لكن في كل مرة الحقيقة يا أمير هنأكد على هذا الأمر، المساندة الكبيرة الجماهيرية اللي بيساندها جمهور النادي الأهلي بشكل كبير جدا للاعبين، أيضا كمان الرغبة المتجددة، بيقابلنا بدلك بيقابلنا ظروف بيقابلنا ظروف مباراة بشكل كبير، لكن لابد إن أنت تقفل كل مباراة بما فيها وبما عليها وتبدا تبص في القادم. انت طالع من بطوله الدوري العام داخل في مباراه نوك اوت، مباراه النوك اوت انت عارف محتاجه ترتيب، محتاجه تجهيز، محتاجه ايضا كمان يكون عندك قلب كبير بنادر فرص بشكل كبير جدا، لكن هذه المباراه مباراه الكاس تحديدا محتاجه استغلال انصاف الفرص. عشان كده انا عايز اطمنك في تدريب الامس تحديدا، انا مش هكلمك على تدريب اليوم، لكن تدريب الامس الحقيقه كان يعني بكل جديه وبكل قوه وبكل حماس. الحقيقه فريق النادي الاهلي كان بيشارك فيها التدريبات كل اللعيبه، يمكن من كولر كالعاده في كل التدريبات بينهي التدريب بتقسيمه، مدى الجديه ومدى الحماس الكبير يا امير الحقيقه اللي شفناه مع لعيبه النادي الاهلي بيدينا انطباع كبير ان خلاص المباراه الاخيره في بطوله الدوري العام تم انتهى تماما، القادم هو افضل، لان انت عندك بروفه مهمه جدا في بطوله كاس مصر ومنها الى مباراه الزمالك. لكن بنامل ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني المباراه هتاخد اكيد جزء من التفكير، لكن مش عايزينها تاخد تفكير بشكل كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، وهي تحديدا مباراه الزمالك. هتقابل بكره سموحه بتكدلات دفاعيه، بغلق مساحات، بامور يعني بتزود الصعوبه بشكل كبير جدا، لكن ان شاء الله باذن الله كالعاده كولر يبقى عنده الرؤيه، يبقى عنده ايضا كمان ازاي هنقدر نوزع الجيم، كل الامور دي الحقيقه عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني بالكامل وقياده مستر مارسيل كولر. لكن ارجع للعيبه النادي الاهلي كمان، يمكن النهارده اطمنت بشكل كبير جدا على مجدي قفشه، يعني بسؤالي كده المجدي موجود بكره، قال لي لو 200 غرزه يا كريم هبقى موجود ان شاء الله. النادي الاهلي محتاج كل اللعيبه، ودي الرساله اللي احنا بناكد عليها، كل اللعيبه بتتكلم على هذا الامر، يعني بتتكلم على المرحله دي مرحله مهمه جدا. كهربا يمكن انت اتكلمت عليه، هقدر اقول لك ان كهربا خلاص بقى هي طبقه رؤيه فنيه لمستر مارسيل كولر اللي دافع بيه في المباراه ابتداء من مباراه الغد، يعني خلاص الموضوع بالنسبه لنا بقى رؤيه فنيه. كريم الراجل عايز يظهر كهربا بالشكل الذي يليق. بخصوص كهربا انا عارف انت اكيد ممكن تكون تواصلت معاه او حاجه، انت قريب جدا جدا في الحقيقه من الفرقه، انا عايز اعرف ازاي تلقى كهربا خبر احقيته في المشاركه مع النادي الاهلي بدايه من مواجهه الغد، وصف لي الحاله المعنويه بالنسبه للاعب بالتحديد. يعني انت عارف يا امير طبعا لعيب كلمة بترفع معنوياته بشكل كبير جدا وكلمة بتأثر عليه بشكل كبير. النهارده كهربا كان في قمة السعادة، ويمكن مش النهارده كمان، مجرد ان هو تلقيه الخبر صباحا اجتهد بشكل كبير جدا، امله في ربنا سبحانه وتعالى، الصبر الحقيقة اللي كان متواجد معاه. الراجل ما كانش بيتكلم، ملوش أي تصريحات، ما بيقولش أي حاجة، كان هدفه الوحيد هو ان هو يؤدي تدريبات على أعلى مستوى، يكون في قناعة كبيرة جدا لمستر مارسيل كولر بإمكانيات كهربا، وربنا يمكن يعني بيكافئه إن شاء الله بإذن الله. منتظرين كهربا ان هو يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة اللي محتاجين كل اللعيبة. الاصابات كتيره جدا يا امير، عندنا اصابات طويله، عندنا لاعبين بنفقدها في كل المباريات، فمحتاجين كل اللعيبه، وتحديدا كمان لما بيكون حد بحجم كهربا وقيمته الفنيه الكبيره جدا محتاجين كل اللعيبه يا امير. كهربا يعني النهارده اقدر اقول لك في قمه سعادته، الرؤيه الفنيه متروكه طبعا لمستر مارسيل كولر، لكن انا باكد على هذا الامر ان الراجل عايز يحط كهربا في الشكل الذي يليق بيه ويبقى كمان بالشكل الكبير جدا اللي جمهور النادي الاهلي منتظر بيه كهربا. الثلاثي بقى الكريستو والضو خالد عبد الفتاح مروان عطيه، دول ان شاء الله باذن الله يكونوا متواجدين لعيبه النادي الاهلي غدا باذن الله ان شاء الله في قائمه الفريق الدافع بيهم من عدو. طبعا دي امر خاص بالجهاز الفني، لكن جاهزيتهم والدور الكبير يا امير اللي بيقوم بلعيبه النادي الاهلي امر مهم جدا، ان انت تساعد اللعيبه على الانسجام السريع، تدخلهم في الاجواء السريعه جدا، ده مش موجود غير في النادي الاهلي وبكباتن فريق النادي الاهلي، اللعيبه الكبار اللي عارفه اهميه هذه المرحله، لعيبه عندها امكانيات كبيره جدا، عندها رغبه كبيره جدا، ينقصها ان شاء الله التوفيق وايضا كمان التوظيف اللي منتظرين مستر مارسيل كولر يوظف الثلاثي في مباراه النادي الاهلي القادمه. طاهر محمد طاهر باذن الله ان شاء الله يكون متواجد
مع فريق النادي الاهلي غدا بيعود من جديد. بيرسي تاو الحقيقه يمكن لسه ما شفناش نهايه التدريب، لكن واضح النهارده ان هو هياخد التدريب بالكامل. كل الامور دي بتطمننا بشكل كبير جدا يا امير ان انت بيرجع لك اكثر من عنصر، لان انت بتفقد ياسر وبتفقد ايضا كمان عدد من اللعيبه. منعم يمكن ما كانش اتدرب المباراه التدريب الامس، لكن النهارده متواجد. قفشه اطمننا عليه، فالحمد لله كل اللعيبه بتادي تدريبات على اعلى مستوى. ينقصنا التوفيق وينقصنا الدعم الكبير والمؤازره المستمده المستدامه الحقيقه امير من جمهور النادي الاهلي اللي بيكون لدور كبير جدا في المباراه وتحديدا في المباراه القادمه في هذه الفتره الصعبه جدا يا امير. ان شاء الله يا كريم. يا كريم انا في الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا بصراحه، يعني قلت لنا كل حاجه وكل الكواليس تتعلق بالفريق وجاوبت على كل الاسئله اللي حتى كنت لسه عايز اسالها، لكن في الحقيقه طبعا دايما متالق ومتفوق كالعاده كريم احمد زميلنا العزيز مراسل قناه الاهلي.